شفيت لينا من مرضها لأن سيباستيان وبيل أحضرا لها الدكتور كارلوس. بعد ذلك ودعا بيل وسيباستيان لينا وتابعا رحلتهما الطويلة وتوجها نحو جبال سيرا نيفادا. اتبع سيدك يا بيل، فأنت الآن خادمي. يبلا. نحن قادمون. لندخل يا بيل. ما الأمر يا بيل؟ أسرع. ناجة ناجة، لا تذهبي إلى هناك، هذا خطر. أنت جميلة جدا. إذن أنت من نسك النعاس جالس، سأخبر شدي كي يعاقبك. ماذا؟ لقد التقطتها لأنها كانت هاربة وستدخل القصر. هل هذا صحيح؟ نعم، خذها. من أنت إذن؟ أنا سيباستيان. من أين أنت؟ هذا ليس من شأنك، اهتم بالنعجة. إذا كنت على حق. أنا من هناك. ما اسمك؟ ولد غريب. لنذهب ونتفرج يا بيل. ما زلت هنا؟ هل أستطيع المساعدة؟ هذا ليس من شأنك. لكن النعاج مبعثرة. اخرس، ألا ترى أنني راعي غنم؟ ألا ترى أن بيل شجاع؟ نعم إنه شجاع. أليس لديك كلب؟ نعم اسمه لاكي، لكنه مريض، أصيب في قدمه. لقد
لقد انتهى الأمر، نحن ذاهبون. هيا يا بال. هل سترحلون الآن؟ نعم، قبل أن يهبط الظلام. لما لا تبقى في منزلي؟ في منزلك؟ ربما لم تأكل شيئا بعد. لا لا، ليس كثيرا. جدي طباخ جيد. هل تسكن مع جدك؟ نعم، تعال تعال معي. حسنا. نهار متعب. لقد تأخرت. عندما هبت العاصفة خافت الأغنام فهربت نحو الوادي، فساعدني بال وسيباستيان بجمعها. فهمت. دعوتهم لقضاء الليل في منزلنا. هيا بنا. هيا. مرحبا جدي. أهلا، عدت إلى المنزل؟ نعم. من هنا أحضرت ضيوفا، سيباستيان وبال. حسنا، ضيوف صغار. جئتم في الوقت المناسب، أنتم محظوظون. سأقدم لكم أشهى طعام في العالم. لا 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 تلمسها، وإلا أفسدت الأسلوب. النكهة تعتمد على الكمية. جدي، بل كلب شجاع. أعرف ذلك، لم أشاهد أبدا كلبا برنيا بهذا الشكل. إنه الأفضل في العالم. تقول دائما الأفضل في العالم، لكن ماذا عن كلب لاكي؟ نعم، لقد سهى عن بالي. إذن بيل هو ثاني أفضل كلب في العالم. لما لا نطلب من بيل وسيباستيان أن يبقيا معنا حتى يعود لاكي؟ سأفعل، اعتني بالنار. حاضر. جدي، لا يمكننا السيطرة على الأغنام دون مساعدة كلب. لا مانع عندي، لكن عائلة سيباستيان ستقلق عليه. لا بأس لا بأس. أين منزلك؟ أتسكن بعيدا من هنا؟ منزلي هذا الاتجاه، بعيدا جدا. هل هربت من المنزل؟ كلا. أنا معارض بقاءه، لا تسمح للصبي المشكوك بأمره بالبقاء هنا، لا يعجبني ذلك. لماذا أنت غاضب إلى هذا الحد؟ لأن الكلب الذي كنت تعتمد عليه أصيب، فطلبت مني أن أساعدك. إذا نهوان لا يستطيع القيام بكل العمل. أنا ممتن لك، لم تسرق النعاج منذ مجيئك. وما زلت تريد الصبي والكلب ليساعدك؟ يبدو أنني غير نافع، أنت تجعلني أخسر هيبتي. هيبتك موجودة أينما كان، لا تهتم. هذا غير نافع. ما هو غير نافع؟ لا تغضب، دع أمر سيباستيان وبيل لي، أنا سأهتم بأمرهما.
أريد الخروج قليلا. أنت تستيقظ باكرا جدا. رعيان الغنمي يستيقظون قبل الفجر. لنذهب ونفتح السور. هيا. ما هذا؟ اختفت الأغنام. ماذا حصل لها؟ لقد أتى السارق. السارق؟ نعم، سأخبر جدي بالأمر. سأتفحص الجوار. حسنا. هل وجدت شيئا يا بال؟ لابد أنه سيباستيان. هذا غير ممكن. ليلة البارحة شاهدت الصبي والكلب يخرجان من المنزل ويتسللان باتجاه الحظيرة. سيباستيان ما زال ولدا صغيرا، لا يمكن أن يكون لصا. ربما قام بالسرقة بمساعدة أحدهم، أنت لا تعرف حتى هويته. لا، سيباستيان ليس باللص كما تقول. أنت تدافع عنه كثيرا. لا أعني ذلك، لما لا تتأكد من الأمر؟ تتأكد من هذا؟ إنه مثير، لكن كيف؟ نقول له إننا سنخبر الشرطة بأمر اللص. إذا كان هو اللص سيعترض على الأمر. لا حاجة لذلك، اطرده فقط. لا يمكن أن نحكم عليه قبل التأكد من البراهين. اللص ليس هنا يا هوان. سوف نخبر الشرطة بأمر السرقة يا سيباستيان. الشرطة؟ لا، الأفضل ألا تفعل. أنا أعارض ذلك. لماذا؟ لأن هون، ماذا جرى؟ هل فعلت شيئا أزعجك؟ نعم، اسأل نفسك. أسأل نفسي؟ تتظاهر بأنك بريء؟ ماذا تعني؟ أقصد اللص. ماذا؟ اللص؟ أنا؟ أعرف أنه أنت. أنا لست لصا، أفهمت؟ اضطربت عندما أخبرناك أننا سنعلم الشرطة بالأمر. لهذا السبب، لقد أسأت فهمي. قلت ذلك لأنني لا أحب الشرطة. لا، لن تستطيع خداعي. حسنا، سأريك البرهان. البرهان؟ سأقبض على اللص الحقيقي، هو سترى أنني بريء. نعم، ربما. تعال معي، وجدت بالقرب من الحظيرة ما يبرهن لك. حسنا.
مكسور. كان جدي يقول لي دائما أن أفتش عن أثار الأقدام إذا أردت أن أكتشف الحيوان. لابد من أن يترك اللص آثار أقدامه. أنا وبال بحثنا عن هذه الآثار. انظر، لا يوجد شيء. انظر بدقة. ما هو؟ أنت لا تملك سيارة. راعي الغنم لا يحتاج إلى هذه الأشياء. هذه آثار سيارة استعملها أحدهم لنقل الأغنام. ماذا؟ ما زالت الآثار واضحة على الأعشاب. سيباستيان، من الأفضل لك ألا تبقى هنا إذا كنت لا تحب الشرطة، فهي قد تلقي القبض عليك. لا، لن أرحل قبل أن أجد اللص وأظهر براءتي. لم نطلب منك ذلك، ما عليك إلا الرحيل. سيباستيان وبيل وجدا البرهان وهما يعرفان اللص. لا أصدق هذه القصة المختلقة، ما أنا من يهتم بالأغنام هنا، ولا أريد بقاء سيباستيان هنا. تعال يا بيل. لابد أن هناك شيئا ما في الوادي. لا لا، انتظر، قيل لي أن لا أذهب إلى الوادي لأنه خطر. لا بأس، بل معنا. ألا تريد أن تقبض على اللص وتعيد الأغنام؟ نعم. اسمع، بل ينادينا، هيا نعم. بنا. هيا بنا. الأغنام، إنها أغنامنا. كنت على حق، كانت مخبأة في هذا المكان، لم أكن أتصور ذلك، لكن من أحضرها إلى هنا؟ لنختبئ وننتظر وسنعرف من السارق. أنا سعيد. ماذا؟ كنت أعرف أنك لست اللص. طبعا. نعم، يقول جدي أن من يحب الكلاب ليس شريرا. من هم هؤلاء؟ إذا كنا بطيئين سيكتشف سيباستيان أمرنا. أسرع. قلت إنك جرحت الكلب. لا تتذمر، سأحضر الباقي غدا، سنبيعها ونودع حياة الريف. إنه ألفونسو. لنسد الطريق على الشاحنة. نعم، اتبعنا. هيا. لنحاول ذلك يا بال. لنحاول. ما هذا؟ أوه.
هذه موجودة عندما أتاني سابقا. انزع من هناك بسرعة. هيا الأغنام توقفي توقفي. هذا الكلب توقفي توقفي. المهمة التالية، كنت متشوقا لأقوم بذلك. إنه كلب سيباستيان، سأجعله يدفع الثمن. هناك ها هو. أني نهرب بسرعة. النشدة النشدة. لنهرب بسرعة. لقد نجحت يا بال. شكرا بال. شكرا لك يا سيباستيان. هوان ما كنت أتصور أبدا بأن ألفونسو هو اللص. لقد تغلبنا عليه وحطمنا له شاحنته. لقد أفرغنا الهواء من الدواليب. حقا ألفونسو لن يعود إلى هنا أبدا. أنت فعلا رائع وتستحق التهنئة. عمي كورتيز، ألا تعتقد أن بال هو الأفضل في العالم؟ بلى الأفضل في العالم طبعا هو كذلك. حسنا، أريدكم أن تتناولوا أفضل عشاء في العالم، وأنت أيضا يا بيل. أنت أيضا أصغر كلب في العالم. Ha 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 ha